إذا تحية للناس اللي كيستحقوا التحية. بعدك الفيديو اللي دار الأخ ديالنا يوبا للأسف عبر الريفية، وإحنا كنا بغينا النشر يكون المغاربة كلهم يعرفوه. الأخ محمد حاجيب دار مقتطفات صغيرة ودار الترجمة باللغة العربية. كنقول لكم بأن تحية خالصة الأخ طاليس طاليس أدرار زورو بين الفينة والأخرى القناة ديالو، هو كيحيد من الوقت ديالو رغم أن ما عندوش الوقت، كيحيدو من النعاس ومن الماكلة باش يدير الترجمة بالفرنسية الحوار كامل. وكنطلب من الأخ يوبا في الظروف بأنه يعطينا إشارة بأنه متفق على هذه القضية، ما بغيناش ديك اللعبة ديال يعني كنتعداو على اش كنسميو هذيك السجل بعدا فيديو ديالي وانت درتي ليه، حنا كنخدمو في نفس القضية نفس القضية. الأخ طاليس أدرار حاليا مازال كيطلب منه وقت طويلة، ولكن أعدكم بأنه في خلال واحد 7 أيام 8 أيام يكون الفيديو واجد بالترجمة باللغة الفرنسية. احنا هادشي علاش كنوصلوه الناس اللي كتهضر غير الفرنسية، الناس اللي الأخ يوبا دار، الناس اللي كيهضروا بالريفية. حاجيب دار كلكو سكوند باللغة العربية باش نوريو الخوتنا، هما الاولين حنا كنقصدو خوتنا المغاربة ناطقين بالفرنسية، و ما كرهناش تكون هولندية وتكون لغات أخرى باش تلحق القضية العالمية، غير باش الناس يعرفوا بأن هاد المنظمات الحقوقية ودولة الحق والقانون، ها هو القانون اللي فيها، هو أن ابن أرضي ابن شعبي وتقاليدي وهويتي كيجلسوه على قرعة كيشرقوه. كتعرفوه راه المخ المؤخرة ديال الإنسان ماشي ديال الفيل، راه محدودة الحجم لو ديامتر، ملي كتجلسو على قرعة ديال نامبورت كوا أورانجينا. محمد السادسي والحموشي كيفضلوا أورانجينا كتهبط وهي كتغلاض فاش كيفرعوا واحد الإنسان، باش تعرفوا الهمجية ديال هذيك الدولة ديال هذاك الملك الزوي مول الخلخال اللي كيسميه خويا قدور مولة الخلخال، باش تعرفوها هذيك مولة الخلخال كدير الزنزال في الأحرار. فما تبقاوش تستغربوا، تبقاو تقولوا أوا لا ما يمكنش، هذا شاهد 12 سنة هو في سجن، 12 سنة
شي دا شدتي نهار في الكوميساري كيخربق لك حياتك، و 12 عام تحت الارض وماشي سجن، درتي واحد الخطا كنت لا لا كتجلس على القراي. ايوا المغاربه الاعزاء احباء، كتحبوا الوطن وكتحبوا الملكيه وكتحبوا الدستور، امير المؤمنين. الاخ علي اعراس، نقول لك ولو انني لست ريفيا، انت اخي في الارض، هنا في الارض، في السماء ما غنتلاقاوش، ما كاين لا سماء ولا تحت الارض، حنا في الارض، انت خويا. هذا الانسان الواجب علينا اننا نديروا ليه تمثال الحريه في وسط من الناظور، وسط الناظور دفع ثمن غالي على التربه ديالو، على التقاليد والاعراف ديالو، وعلى الانتماء ديالو. قولوا لي، قولوا لي الا ما درناش تماثيل لهاد، حنا ما غنساهمش، ماشي نتسناهم حتى يموتوا ونديروا تماثيل. سنسمي المناطق والازقة والباخرات والطائرات باسماء هاد الناس في حياتهم، ماشي حنا غنديرو بحال امريكا حتى يموت ونديرو حامل الطائرات روزفلت، لا لا لا، حنا غنديروها لكم في الحياة ديالكم، قدمتم الحياة ديالك مشات. والناس اللي ما كتعرفش انك 12 عام وانت في حبس وكيجلسوك على القراي، فلا حياة لك، قتلتي الانسان. الريح الى صوت كيتخلع، الباب الى تزدح كيخاف، كيتصعب عاوتاني القرعه. فهذه تضحيه جسيمه، ما كنساوش لك اخويا علي، الوطن ما غينساش لك التضحيه، تكون على يقين. كنتمناو ان الناس اللي بغات تعطي عطاء للارض ما تخافش، بان الارض ستذكرك، التاريخ سيذكرك، كل المعتقلين ديالنا بلا ما نبقى نعدد، لان ما يمكنش تعدد. اش غتعدد الملكيه؟ اش غتعدد معها؟ شحال دابا عندنا ديال المعتقلين سياسيين، صحفيين، فيسبوكيين، كتاب، مناهض، شحال شحال غنديرو؟ شحال نديرو؟ شحال يمكن لينا؟ خاصنا نبقاو نقراو السميات، نبقاو نقراو ثلاث شهور حنا كنقراو فلان بن فلان وفلان بن فلان، الأطفال اللي عندهم 14 تحكموا ب20. القضية كلها كتعلق بك أيها الشعب الحقير، شتي لحد الساعة راك شعب حقيرة. أنا أنتمي ليك، عندك كتصحابني كنعيرك أنا خارج منك، أنا حقير مثلي مثلك، حنا محقورين محقورين. ما نطلعو الصوت ديالنا، ما نهضروش، ما نقولوش بارك بارك لذاك الزنفوخ المنفوخ داك الطبل. ما عيتوش اصحابي، واش ما عيتوش؟ ما عيتوش بالظلم والشكاوى في الفيسبوك؟ تزادت عندي بنيه عندها راس اخر خصها 6 مليون، شاركوا المحسنين. مالنا حنا فين عايشين؟ عايشين في خيريه،
هذه خيرية، هذه مابقاش دولة، حنا عايشين في خيرية، خيرية، عايشين حنا غير بالصدقات، ها القفة ديال رمضان، ها القفة ديال شعبان، ها البنك الدولي، ها حنا صافي، حنا ما كنديرو والو، كنا اوكي. المهم الخوت عافاكم، باللغة العربية الفصحى غنقولها لكم، اجمعوا كركم لعلكم تفلحون، بالدارجة جمعوا كركم، راه ماشي الوطن اللي كيضيع، انت راك تضيع قبل منه، انت انسان ضائع جائع، انت انسان مجهول، قبل ما تطير الارض اللي تحت من رجليك انت كتمشي، انت الاول داوك، انت بقات لنا الارض والناس اللي بقى حاطه رجليها على الارض يفكروا انهم الا غلطوا كيضيعوا الارض، وتولي عندكم زوارق الموت هي اللي كتسناكم، الخيريات في اوروبا كيجمعكم بحال الشمبانزي ديال افريقيا، هذا اثيوبيا، هذا الصومالي، هذا مغربي، هذا جزائري، حان الوقت، وكما قلنا خذوا العبرة من الشعب الجزائري، انضاف إليه الشعب السنغالي، السنغال، خذوا العبرة، كنتو كتعيقوا على السنغال، كتعيقوا على الجزائر، عندكم بنان، عندكم الكيوي، عندكم شعب يتحرر، نتوما جلسوا على البنان، اوكي يلا جلسوا على البنان. تحياتي لكل الناس اللي عندها حلم، اللي عندها مبتغى بغات توصل ليه، شعب لا مبتغى له، انا كنقولها لك، انت هو المغرب، الشعب اللي ما عندوش امنيه، ما عندوش حلم، ما عندوش، عايشين مرتاحين، العذاب ديالو كيقولك بان انا مرتاح في العذاب ديالي وما بغيتش شي عذاب اخر، راه ما عندك ما تخسر، غتخسر القيود، لي مينوط غيتحيدو، المخ ديالك غيتحل وطير الشعر بحالي، يلا نكشنو الخوتة، ما نطولش عليكم، ما تنساوش بين الفينة والأخرى طلوا على القناة ديال خويا طاليس، راه بصدد إعداد كيطلب منه وقت وما عندوش الوقت، ولكن كيضحي أنه يدير هذيك القضية، يديرها بالفرنسية، لأن شوية في الشعب المغربي كيفهم، وتفهمها شعوب أخرى منهم الفرنسيين، البلجيكيين، الكنديين، الناس الناطقين باللغة الفرنسية. تحياتي يا أوكي، صافي صافي، تخليوها تاني مرة، نانكيشون نانكيشون.